الحمد لله يا ربي، الفضل ربي انه اليوم باش نشوفوا الدويره مدهونه تاع ليلى وخميسة، وان شاء الله ما يدخل عليهم الشهر الفضيل هذايا الا في الدويره هذه، وان شاء الله الاثاث جاي في الليل. ما نجموش نصوروا خاطر ثم مساله تاع مونتاج وكذا، ان شاء الله نعدي لكم بالبورتابل الاجواء. وصينا اولاد الحومه لهنا باش يصورون الاجواء تاع الاثاث. يا ليلى اجي، حاضر يا ليلى، اجري ليلى، اجري ليلى، اجري. اهلا وسهلا. هذه ليلى، أعزائي المشاهدين اللي حبيتوها هي أختها خميسة، فهمني ولا؟ نذكر السادة المشاهدين اللي تويك الدار دهنت، خدم خدمته بالباهي الدهان. باهي؟ لا لا، قوي لي صوتك. باهي ولا؟ بالباهي. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. تو مازال الأثاث، باش يدخل علينا رمضان لازمنا صحافي شربة. إن شاء الله. المغارف. إن شاء الله. طويولة باهية. إن شاء الله. تليفزة باهية. باش نتفرجوا في التلفزة في رمضان. إن شاء الله. وإن شاء الله عتبة مبروكة. عايش. إن شاء الله فرحانين ديما. عايشك ربي يفرحكم. ولازمنا فهمني ولا نذبحوا علوش. ان شاء الله قدرة الإله. ونعملوا كسكسي. ما عادش تبكيوه الوليد هذاك، ما عادش تبكيوه الوليد هذاك. فهمتني؟ المرة اللي فاتت راهو في جرتكم كلينا الخبيزة. بالشفاء. فهمني ولا؟ وفرحوا بينا وكسكسي بالعصبان. هي راهي باش نعطيك معلومة والسادة المشاهدين ما يعرفوهاش، أما هي راهي نفوس. ريتي نور الهدى هذه الصحفية اللي معانا. وجهها وجه ماكلة. اقسم بالله وين نمشوا المشوى والدنيا الكل مدعوك. هاله مارينا منها شيء. عندك هاله وشفاء، مارينا منهم شيء، والله بفضلك، كله خيات ان شاء الله ربي يبارك لهم، وان شاء الله رمضانكم مبروك. احنا فرحانين. اه حاج. انا طيبنا لكم الكسكسي. ها؟ طيبنا لكم الكسكسي. وتقولي فيها حاجمه؟ وجماهير تتفرج. اش طيبتوا لنا سكيت بربي، علي صوتك يا حاج. طيبنا الكسكسي. لشكون؟ للرجال اللي جت الكل. للناس الكل. هكاك وحدك وحدك طيبت الكسكسي؟ هي وحدي وحدي، خلي عيطت لي الناس وانا وحدي وحدي. اسمعيني، تقرب لك هي هذه؟ لا، على وجه ربي، خيتي هذيك. طيبتي لها الكسكسي على وجه ربي؟ على وجه ربي. ما تعرفيهاش؟ ربي يبارك. لا نعرفهم من قبل. لا لا، ما تقرب لكش؟ لا ما تقرب ليش، اما نعرفها على وجه ربي، خويا جيران خويا. وطيبتي لها الكسكسي بتاع فرحه هذا؟ بتاع فرحه، هي فرحت لها اللي هي خذت طبيت وروحت لست العباد. ربي يفرحها، ربي يطول في عمرها. ان شاء الله يا رب. نعم. عايش. ربي يعيشك. عايشك. خويتي هذيك خدمتي معي، وخويتي وبنيتي لليوم والغدوه. معناتها انت اليوم الصباح قمتي؟ سمعتي الدار باش تدهن؟ فهمتني ولا؟ قلت نعمل الكسكسي للجيران فرحة ليلى واختها. هي فرحة اخويا لخياتهم الاثنين اللي مع بعض. لا من قال لك هكاك؟ لا والله وحدي، لا من قال لي. الجار باهي. أه؟ الجار باهي. خليها بحذايا بالله لحظة. الجار باهي. ايش يقول؟ الجار للجار رحمة، وجيراني الكل باهيين، وعمري ما عايبتهم وعمرهم ما عايبوني، ها هم يصمتوا الكل. ولاد خالي مختار لليوم الغدوة. ما نكذبش عليه. يرهموني وجهه ويربح. لا خلينا هم يعسوا عليا، سما ربي. سما ربي. قاعدين تعديوا في الجماهير، راهو الجيران الكل فزعت. لا ما نكذبش عليهم، يرحم والديهم. تو طيب. جيراني الكل باهيين. أمي فاطمة. آه نعم. لحظة لحظة، تو قعدنا في التلفزة. أنتِ سمعتي اللي زوز وخيات هذوما سكنوا بحذاك. إي سكنوا حذايا باهيين. مشيتي وحدك وحدك طيبتي لهم الكسكسي. وحدي وحدي وحدي، خلي شكون باش يخسرني. واللي عامل حاجه راهو عاملها الربي، ماهوش ولي العباد. اللي عامل حاجه عاملها الربي، ماهوش ولي العباد. كون ربي ما عطانا نحنا ما ندنو. مالك شبي؟ كان ربي ما عطانا نحنا ما ندنو. نحنا ما نقضوا، ما نحنا ما نعطوا. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. انا فرحان اللي عرفتك امي فاطمه. ولدي الحمد لله، الحمد لله. كل هو خير من عند ربي. والله عايشين في بركتكم، اقسم بالله عايشين في خيركم احنا. والله الحمد لله، خير من عند ربي هذاك الكل. اعزائي المشاهدين، تعرفوا كل ديما نقول انا تونس ما يقدرولها على شيء. تونس ما يقدرولها على شيء بالحق، تعرف علاش ولا؟ بالمراه هذه، وبالناس هذوما، وبالبركه هذه، وبالصفاوه هذه. راهو لحظه لحظه، لا تعرفها، لا قريبتها، لا بنتها، لا امها، لا اختها، لا حتى شيء. قامت الصباح فهمني ولا حست اللي كونهم فهمني ولا بالحق يستحقوا كيما بنياتها كيما وخياتها. مشات اسمح لليوم الغدوه، بنيتي اسمح لليوم الغدوه. سامحني باه، سامحني
لليوم الغدوة وما ثماش واحد ونكره يا ربي تشد عليا يعني ما يدري عليا لو فمي واش مش يطلع. أما القلب ما هوش كيف كيف. القلب مش كيف كيف. القلب ما هوش كيف كيف. باه تو تونس الكل تتفرج فيك وتزاير وليبيا والوطن العربي في رمضان الشهر الفضيل هذا. اش تقول لهم اي؟ استرني ربي يا حاج. لا لا ولا ما ياكلك. ما ياكلنيش؟ والله ما ياكلك. يا حاج. والله ما ياكلك هاي. حاج تو اللي يتفرجوا فيك اش تقولي لهم في الشهر الفضيل هذا؟ كثر خيرهم وربي يبارك لهم. وربي يعطيهم ان شاء الله بصحة الابدان وذو الابصار. والله يزيدهم خير على خير.